آلاف المتظاهرين احتشدوا في العاصمة الماليزية كوالالمبور يوم السبت استعدادا لمسيرة تستمر ليومين للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق بسبب مزاعم عن تبرع بملايين الدولارات لحساب مصرفي باسمه. وحمل المتظاهرون لافتات تطالب عبد الرزاق بالرحيل وهتفوا بكلمة بيرسي التي تعني بلغة الملايو تطهير. وبيرسي أيضا هو اسم منظمة مؤيدة للديمقراطية تقف وراء المسيرة في كوالالمبور ومدينتين رئيسيتين على الجانب الماليزي من جزيرة بورنيو. وحجبت الحكومة موقعا إلكترونيا للمنظمة وحظرت ارتداء قمصانية الصفراء بموجب أمر يحظر أي مواد تضر بالنظام العام والأمن. ورفضت السلطات في كوالالمبور طلب منظمة بيرسي منحها إذنا للتظاهر، الأمر الذي أثار مخاوف من تكرار مسيرة جرت في عام 2012 عندما استخدمت الشرطة مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. ويعمل المتظاهرون في كسب تأييد الجماهير العريضة للإطاحة برئيس الوزراء، لكن محللين سياسيين يتشككون في إمكانية إسقاطه. وتعرض نجيب عبد الرزاق لمواجهة انتقادات مستمرة على مدى أسابيع منذ أن أفاد تقرير بأن المحققين الذين يتولون التحقيق في إدارة صندوق تنمية ماليزيا المثقل بالديون اكتشفوا تحويلا غير مبرر لما يربو على 600 مليون دولار إلى حساب عبد الرزاق. وينفي نجيب ارتكاب أي مخالفات ويقول إنه لم يأخذ أي أموال لتحقيق مكاسب شخصية، لكنه شدد قبضته على السلطة من خلال سلسلة من الخطوات لتهميش أي منشقين محتملين. وقال نجيب نائبه ووزراء آخرين طالبوا علنا بالتحقيق معه، وقام أيضا بتغيير النائب العام الذي كان يحقق في قضية صندوق ماليزيا للتنمية. خالد حسين، رويترز.